الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم يصادف مناسبة أقرها الإسلام من بين كافة المناسبات الوثنية، وهو يوم النيروز. من العجائب أنه كيف هذه المناسبة حظيت بقبول الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من بين الآلاف من المناسبات الوثنية في العهد الجاهلي. يمكن أن يكون السبب أن الجاهليين بعد دخولهم في الإسلام أقروا العادات المترسخة فيهم، ومن جملة ما أقروا هذه المناسبة بعنوان تاريخ الهجرة النبوية. الآن على مر أكثر من 1000 سنة، هذه المناسبة في عددها تكون مناسبة مرتبطة بالهجرة النبوية صلى الله عليه وآله. يعني الآن 1393 سنة على هذه المناسبة بالنسبة إلى الهجرة النبوية. يعني صار تمسك بهذه المناسبة من خلال الهجرة النبوية صلى الله عليه وآله. يمكن أن يقال أن السبب في إقرار الأئمة عليهم الصلاة والسلام حسب جملة من الروايات، هذه الروايات بالنتيجة حظيت بالقبول لدى الفقهاء على مر التاريخ. روايات النيروز روايات مقبولة بالرغم من المشاكل السندية العديدة اللي يمكن أن تؤخذ على هذه الروايات. بالنتيجة الفقهاء يفتون خلفا بعد سلف على استحباب أعمال
وأن الإسلام أقر هذه المناسبة. كيف أقر هذه المناسبة وهي مناسبة وثنية؟ يمكن يكون بسبب هذا الالتزام. هذه عبرة حقيقة. الآن على مر السنوات تؤخذ هذه المناسبة على هذا الالتزام. يبدو أن هذا الأمر كان من قبل، من مئات السنوات قبل، كانت الجاهلية كانوا يلتزمون بالسنين، يبتدئون بهذه السنوات. يبدو في التاريخ هذا موجود، مو أنه هذا في العصور المتأخرة، كان في أصول التاريخ أن هناك التزام بهذه المناسبة من خلال الهجرة النبوية. هذه عبرة. الإنسان يجب عليه أن يعطي كل حركة من حركاته، يعطي لها انطباع ديني، انطباع من أهل البيت، ماركة من أهل البيت، استكر كل حركة إذا كانت باسم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه تحظى بالقبول عند الله تبارك وتعالى. نستلهم من هذه المناسبة كيف أن الإنسان يحاول في كل حركاته وسكناته، في كلامه، في قصده، في أفعاله، يقصد، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يكون العمل له، هذا العمل يحظى بالقبول. هاي عبرة حقيقة، أن شغلة وثنية جاهلية تحظى بقبول الإسلام. ليش؟ خلينا نتعلم كيف نصف أفعالنا بالقبول الإلهي، كيف يحظى الإنسان برضاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه قضية قلبية أساساً. في هذه المناسبة يحاول الإنسان الأمر القلبي عنده، يحاول أن يصلحه. هذا أمر قلبي، نية، هي مسألة نية، جدا مسألة مهمة. العلامة الإلهية إذا وضعها الإنسان على شيء، هذا الشيء يصير مبارك. وإذا العياذ بالله شيء لم يحظى بالبركة الإلهية، شنو راح يصبح حقيقة؟ شنو راح يصير؟ إحنا إذا حرمنا من رحمة رب العالمين، من بركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حقيقة أمرنا في خطر عظيم. وين نوصل إحنا؟ لاحظوا التاريخ حقيقة فيها عبر كثيرة. الإنسان لازم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إنسان لما يسير في التاريخ، الأرض مو السير الجغرافي، حقيقة هناك أكو عبر رهيبة رهيبة. كيف أن أخوين أحدهما يصبح من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والآخر الذي خرج من نفس الصلب ومن نفس الرحم يصبح من أعداء أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هذا كيف يصير حقيقة؟ كيف يمكن هذا؟ الجينات نفس الجينات، الرحم نفس الرحم، الصلب نفس الصلب، البيئة العائلية، البيئة الاجتماعية. وتبقى في التاريخ عبر كثيرة. محمد ابن فرج الرخجي، محمد ابن فرج أبو فرج الرخجي،
هذا ضبط الكلمة. عائلة اسم العائلة. هذا من أفضل أصحاب الإمامين الجواد والهادي صلوات الله عليهما. ذاكرين في تاريخ أنه أدرك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أيضا. وأيضا مذكور النجاشي يقول أنه أدرك الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. أكو بحث أنه أدرك أو لا. هذا ثقة جليل حقيقة من خيرة الأصحاب. الإنسان إذا يلاحظ تاريخ هذا محمد، نوعية تعاطي الأئمة عليهم الصلاة والسلام وياه، يبين أنه فتشكل اللي ماكو بينهم ميانة أصلا، يحترموه. غير أن العلماء الجرح والتعديل يذكرون فيه خيرا كثيرا، ثقة عدل إمامي ضابط مضبوط. في جلالته لا شك في جلالة هذا محمد. اسمه محمد ابن فرج الرخجي، أخوه. منو أخوه؟ شوفوا الاسم، عمر ابن فرج الرخجي. اقروا التاريخ عنه، هذا كان من عمال بن العباس. والله الإنسان إذا يقرأ تاريخه حقيقة حقيقة شيء غريب. شلون هذا أخو محمد؟ كيف كان العياذ بالله؟ الآية إذا الإنسان يتأملها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله يقول، الله يقول أنا خلقت الإنسان بأفضل المواصفات. إذا الله يعتبر أفضل المواصفات، شوف شنو هذا الإنسان. بعدين يقول أنا نفسي نفسي، الله يقول أنا، ثم رددناه أسفل سافلين. العياذ بالله، العياذ بالله، أسفل. شنو أكو في الحياة شيء يعتبر شيء سافل؟ الله يقول أنا أسوي، أنا رددناه، مو هو يرتد، مو هو ينزل، لا مو ينزل، أنا أنزله، أنزله إلى أي المستويات؟ هذا خلقنا الإنسان، هاي قاعدة سارية، الإنسان يتحول إلى أسفل السافلين. حقيقة هذا شيء مرعب. إحنا هواية نحتاج إلى رحمة رب العالمين. من جوالب الرحمة الإلهية العنوان، العنوان مهم. اقروا تاريخ محمد، بعدين اقروا تاريخ هذا الثاني أخوه، شوفوا شنو كان. استعمله المتوكل على المدينة المنورة ومكة، كان فترة والي بن العباس في مصر. هل قد أسرف، نهب الأموال إلى درجة أنه صادروا أمواله، بعدين فجزء من أمواله رجعوا له. في التاريخ أكو صالحوه بواحد وعشرين ألف ألف درهم، هاي صالحوه في هاي المبلغ. هل قد سرق، هذا فجزء من أمواله رجعوا له. لما صار والي على على المدينة، أهم شيء خلاه في تاريخ، لاحظوا المؤرخين كاتبين السنة والشيعة أنه كيف كان يحقد ويتحامل على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام الجواد والإمام الهادي. حقيقة الإنسان إذا يقرأ التاريخ ينصدم، حقيقة هذا شنو من إنسان. في الحديث الشريف أنه فد يوم هجم على بيت الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام وجرد البيت ومن في البيت من كل شيء، حتى العلويات الفاطميات جردهن من ثيابهن. في التاريخ كاتب عبارات أكو في التاريخ أنه ما خلى عليهم إلا ثوب واحد. في الروايات أكو، في التاريخ أكو أن
أبناء فاطمة، بنات فاطمة، هذول من الليل للصبح ما يقدرون ينامون من شدة البرد، ما عندهم ثوب، برد ما يقدرون، ينتظرون يصير النهار، الشمس تشرق، تصعد الشمس، يجون بالشمس يتمددوا. جرد حتى البساط، جرد البيت من كل شيء إلى درجة أنه ماكو مكان ينامون على الأرض، يضطرون على الأرض ينامون. شوفوا هذه العبارة في التاريخ مذكورة ومعروفة. وكان يمنع أي إنسان في التاريخ أن يمد هؤلاء، يعني بالنتيجة هذا بيت الإمام الهادي، خوات الإمام الهادي، بناته، عماته، هذول كانوا يعيشون هيك حالة. إذا أي واحد يتوجه إليهم بفتح خير مهما كان في التاريخ، حتى إذا كان شيئا ضئيلا، كان يذبحه يقتله، ذاك كان يمنع أن أي إنسان يمد أهل البيت بأي إمداد، حتى إذا إقلاص ماي ينطيهم، شيء بسيط ممنوع. كان يحمله الغرامة الثقيلة، كان يحمله أثقل الغرامات، إذا فد واحد كان يمدهم كان يمنع الناس أنه شنو. شوفوا التاريخ شنو يقول، شوفوا عبارة التاريخ. العبارة تقول: كان لا يبلغه أن أحدا أبر أحدا من آل أبي طالب بشيء وإن قل إلا أنهكه عقوبة، أنهكه عقوبة وأثقله غرما، حتى الأمر شوفوا كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة، ثم هاي عبارة التاريخ، يرقعنه وتجلسن على مغازلهن عواري حواسر. هذه نص عبارة التاريخ، شلون حقد هذا؟ شلون تحامل هذا؟ أصلاً كيف حقيقة هاي الصدمة؟ كيف يحصل في إنسان عاش هذان أخوين أخوان، كيف واحد يطلع هالشكل، واحد يطلع هكذا؟ هذه تجلب للتأمل حقيقة، كيف واحد يصير بهذه الجلالة يروي عن أهل البيت روايات جدا مهمة في العقائد، في العقائد، في فروع الدين، واحد يطلع هالشكل؟ هذا ما يحتاج إلى تأمل؟ شلون هذولا من رحم واحد، من صلب واحد، عاشوا بالنتيجة في عائلة واحدة، مناخ واحد، بيئة واحدة، شلون يطلع واحد هالشكل، واحد هالشكل؟ والله هذه عبرة كبيرة. جزء من هذه العبرة، يمكن من أهم الأمور، مسألة البركة. البركة من شلون تجي؟ البركة تجي بالعنوان، هذا اسم محمد، ذاك اسم آخر. احنا جدا محتاجين إلى رحمة رب العالمين. إذا الله تبارك وتعالى ما أراد أن يتفضل على الإنسان، شنو يصير الإنسان؟ هذا الإنسان اللي هو يقول لقد، شوفوا هذه الآيات، الله تبارك وتعالى ثلاث مرات يحلف، هذه واو الحلف، واو القسم، والتيني والزيتون، يصير أربع مرات،
وطور سينين، وهذا البلد الأمين. يحلف الله بهذه الحقائق، بهذه البركات. شنو يريد يقول؟ لقد، هذا لقد قد التحقيق، يأكد بالتأكيد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. ليش الإنسان يوصل إلى هذه الدرجة؟ فمسألة جدا مهمة حقيقة، مسألة العنوان، مسألة الاسم. الإنسان الشغل اللي يسويه خلي عليه اسم مبارك، خلي عليه عنوان مبارك، خلي ينطلق من وازع خدمة أهل البيت. حتى الإنسان لما يمشي، حتى الإنسان لما يأكل، الإنسان يثاب بنيته. حتى الإنسان إذا ينام يستريح، خلي عليه عنوان. العناوين هذه جدا مهمة وجدا مؤثرة، تحظى بقبول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإذا شيء حظي بقبول أهل البيت، إن شاء الله هو 100% يحظى بقبول الله تبارك وتعالى، لا شك ولا شبه، هاي عقيدتنا. والعياذ بالله إذا الإنسان فد واحد، الله يشهد، قبل شهر اجي يمي قال لي ابني مريض وعالجته سنوات، أخيرا الأطباء آيسوني منه، يمكن يومين قبل ما أجي هنا، هو قبل شهر أجي يمي، قلت له شنو اسمه؟ قال اسمه كوروش. قلت له غير اسمه، باوعني. هو رجل على كل مو في أجواء دينية أصلا، من هذا التسمية يبين أن الفرد مو في أجواء اسمية. هسه هل قد أسماء جميلة أكو حقيقة؟ قلت له غير اسمه صفا. فاستشفيت منه أن ينظر نظرة من نظرات مبينة، نظرة كلش على كل حال، نظرة شهد الله هالشكل، نظرة العاقل في السفيه. شلون؟ شنو اسمه؟ دخل اسمه هسه يقول لي هالشكل بهاي ظروفه الصحية. قلت له بابا أنت شنو متضرر؟ هو الأطباء بالنتيجة أيسوا منه، أنت مأيس منه، شنو يضرك أنت؟ قال أخو ما يخالف، شنو أخلي اسمه؟ قلت له خلي اسمه عبد الحسين. قال ما يخالف، على مضض حقيقة، على مضض. الله يشهد يومين قبل ما أجي إجاني من طهران، قال فقط لمجرد هذا الشيء أقول لك ابني شفي من كل علله. هذه فيها بركات، الاسم له تأثير، الاسم له تأثير. هذا الاسم في اسم الأفراد، هذا التاريخ شوفوا له تأثير رهيب حقيقة في كل شيء. الاسم له تأخير تأثير، حتى الإنسان في أعماله، في حركاته، في كل شيء. صدق لما يريد يأكل ولو هي هو الأكل شهوة، خلي أكلك قربة إلى الله، شنو الإشكال؟ أكل قربة إلى الله. أخي يعني شنو أنا شلون أكل قربة إلى الله؟ أنا إذا ما عندي قربة إلى الله هم أكل جوعان. ليش الإنسان شوية شوية يتمكن؟ الإنسان لمن يتزوج حقيقة من أهم الأمور، لما تتزوج خلي زواجك قربة إلى الله تتوفق. ليش ماكو توفيق في حياتنا حقيقة؟ ليش هذه المأساة الآن؟ ما أصاب، شوفوا ما أصابك من سيئة فمن نفسك، كل من صوتك. هاي آية قرآنية، الإنسان نفسه، هاي نفسيته. شوفوا هذه موضع النية، الإنسان يصلح نفسه حقيقة. النفس هذه منبع النية، الإنسان غرضه في الحياة شنو؟ يعدل غرضه، هذه هي شغلة سهلة، صدق شغلة سهلة. كل تكون نية حسنة، هاي فد مسألة جدا مهمة. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أي مكروه، هاي آية قرآنية. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي مكروه يلحق بالإنسان، هاي البلاوي اللي نشوفها
هاي شنو؟ هذه شنو؟ النفس هذا المنبع، المنبع ملوث، المنبع الملوث يعطي كل شيء إلى كل شيء يفرز إفرازات تلوث. فالإنسان العياذ بالله شيئا فشيئا يصير مثل هذا عمر ابن فرج الرخجي، يطلع يشك الإنسان. المنبع 80 سنة عمر. في الرواية أكو فد يوم الإمام الهادي قال له المحمد بن سنان، محمد بن سنان واحد من أجلاء أصحاب الإمام صلوات الله عليه، قال له هل حدث في آل فرج شيء؟ هو محمد حديث في الكافي يقول الإمام سألني هل حدث في آل فرج شيء؟ قلت له مات عمر، عمر بن فرج الرخجي. ففي رواية أكو الإمام عليه الصلاة والسلام رفع إيده، أهل البيت حقيقة منبع الكرم، رفع إيده قام يتشكر الله، إلهي لك الحمد ولك الشكر. هو الراوي يقول أنا انصدمت، تعجبت، الأئمة مو أهل بيت حقد وضغينة، ما عندهم هيك حالات، يترحمون على موت واحد، يشكرون الله على موت واحد، شلون يصير؟ يقول فعددت عليه 10 مرات، يقول إلهي لك الحمد. يقول قلت له يا ابن رسول الله أذا كنت أدري أنت هل قد تفرح كنت حافي أركض لك حتى ساعة قبل تفرح. قال لي تدري هذا شنو قال لأبويا الإمام الجواد؟ قلت له لا يا ابن رسول الله. قال هذا يوم من الأيام أبويا الإمام الجواد، هذا الإمام الهادي ينقل الرواية، قال له كلمة بالشارع شافه، فطلع هذا الملعون، شوفوا العياذ بالله، قال طلع قال لأبويا أظنك سكرانا. والله صعب الإمام إذا يقتلوه والله أهون إليه من هذه الكلمة، كلش كلمة صعبة حقيقة. الإمام حقيقة هذا أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يذبحوهم أهون من هاي الكلمة. شوف شنو قال له؟ ما سب ما شتم، قال له شيء يمكن نصح الإمام عليه الصلاة والسلام. شلون يصير هذا الشكل؟ يقولون في التاريخ أكو 80 سنة عمر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واحد عمر 80 سنة يعاصر 4 من الأئمة. هذا حسب بعض التواريخ، الإمام موسى بن جعفر، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي. شوف أهل مت أهل البيت أعمارهم إيش قد، اللي 81 سنة يعاصر 4 منهم. أخيرا العياذ بالله هذا حالة، الحالة في الآخرة، حالة في الدنيا. شوفوا المتوكل في في التاريخ أكو غضب عليه، حقيقة هذه عبرة والله عبرة، غضب عليه أمر بأن يصفع 6000 صفعة. تدري الصفعة إهانة مو بس تعذيب، الإنسان تارة على كل يعذب بالعصا بالخشبة، الصفعة بالوجه، وجه محل كرامة الإنسان، أرفع موضع في الجسم هو الوجه، الصفعة بيها إهانة. المتوكل شوف الله يسلط، مسك اعتقله، هو الذي تسبب، هو هذا عمر بن فرج الرخجي هو اللي سفر الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء، هو سفر الإمام الهادي. بعدين المتوكل حبسه في سامراء 2 سنين، قالوا يا متوكل 6000 صفعة لا أكو إيد تتحمل ولا أكو وجه يأكل، يا وجه يتحمل 6000؟ قال ما يصير، قلت 6000 لازم 6000، عدل بدل ما يصير ما يقبل. قالوا ماكو من يقدر، هاي إيد ما إيد إنسان 10 صفعات يصفع خلاص الإيد تنشل. قال جيبوا ناس عضلات مفتولة، وقفوهم واحد تلو الآخر وقصطوا له تقصيط، فكانوا يجون يوقفوا له بالسجن، هو سجن المتوكل سجنه. هذا الإمام
الهادي ينقل له هذا لهذا الراوي محمد بن سنان. قصة طوله، كان يجوله يوقفوا له ناس أقوياء عضلات مفتولة، هاي شفهم كان شنو أقول شف كبير العياذ بالله استجير بالله، يوقفوا له يصفعوه إلى أن هذه إيده تنشل من الألم، يجي الثاني يجي الثالث إلى أن يغمى عليه يفقد الصفعة، إذا تيجي صفعة تلو الأخرى الإنسان يفقد، لمن يفقد يعوفوه يخلوه إلى أن شنو يفيق مرة ثانية يجوله. أكل 6000 كلها أكلها ثم مات هلك لعنة الله عليه. هذه هاي ما تستدعي إنسان شوية يوقف يمها، شلون ليش شنو يصير شلون يصير هالشكل أخوين، واحد هالشكل واحد هكذا. هاي مسألة مهمة، هاي مسألة ترتبط بالعنوان. الإنسان في كل أمر في كل خطوة خليه يعطي استكر زين، استكر أهل البيت عليه الصلاة والسلام، حتى لما يريد ينام شنو الإشكال؟ إنما الأعمال بالنيات. بابا إحنا حتى المسواك لما نستاك هذا عمل مستحب من المستحب المؤكد. شو وقت بعمرنا إحنا نوينا الاستحباب بالمسواك؟ ما سوين حرامات، الإنسان يفقد الثواب. إنما الأعمال إنما أداة حصر بالنيات. الإنسان اللي ما ينوي ما يحصل الثواب. حتى الأعمال المستحبة إحنا تارة نسويها من أفضل الحلال من أفضل الأمور عند الله تبارك وتعالى نسويه، بس مو بغرض التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هو الإنسان ما يحظى بالبركة الإلهية حقيقة. فالشيء اللي من أهم الأمور الإنسان يعقد زواجه حياته قربة إلى الله، واقعا قربة إلى الله، يروح وراء أهدافه وأغراضه المهمة حتى الأغراض الحقيرة. هاي بركة، إذا هي نزلت بركة على قلب الإنسان، الإنسان نواه شيء بنية قربة إلى الله، هاي إشراقة رب العالمين صارت على هذا القلب. هذا القلب شنو يصير؟ يصير الإنسان دين، تصير العناية الكبرى إلا بالنسبة إلى هاي مسألة جدا مهمة. هذا يوم، هاي مناسبة كريمة، الإنسان يقرر في هذه المناسبة الكريمة باعتبار أنه مناسبة أقرها الإسلام، يقرر حقيقة يقرر أن يمشي، تكون خطواته كلها في سبيل الله. هذه كلش مهمة حقيقة. إحنا ذنوبنا معاصينا إحنا خب العياذ بالله عند تصحيح، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر العياذ بالله. إحنا الآن شوف نفسنا، فالإنسان إذا يتأمل حقيقة يشوف شنو ماكو عنده استفد 10-15 من معاصيه تجي في باله، تعال انزل صحح الضمائر، الضمائر عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر. شوف الإنسان في كثير من أمور الحياة ينطلق من منطلق خبيث. إحنا ما لنا حق أن نفكر في أمور الآخرين تفكير مو زين، ما لنا حق أصلاً، هذا مو زين، ما لنا حق أن نتأمل، هذه قضية. فمن نفسك ما أصابت، الإنسان ينوي نية حتى إذا ما يسويها، هاي نية مو زينة، يتأمل في حياة بالنسبة للآخرين تأمل شيء، بعدين يشوف أثر هذا الأمر مكروها في أولاده في جسمه. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، النفس تجلب للإنسان مكاره الحياة حقيقة. ليش حياتنا هالشكل؟ هاي النفس خبيثة، نفس إحنا ما لنا حق. الإنسان الله تبارك وتعالى معطيه هذه القوة يقدر يفكر في شيء، إحنا حتى التفكير مو مسموح لنا، مو أنه العمل مو مسموح، بأي أساس أنا أفكر شغلة بالنسبة إلى غيري؟ حتى إذا كان أخوي، حتى إذا كانت شغلة مو معصية، شغلة مو زينة، هاي تجلب مكاره
فمن نفسك، مو بالنسبه للمعصيه تجلب مكاره. هو اذاك مثلا، انت تفكر انه كذا وكذا، لا تفكر، لا تفكر، خلي نيتك، قل الهي انا قربة الى الله اعفي عنه، هاي نية حسنة والله هاي تجلب بركة. الانسان بهيك شغلات العياذ بالله، والعياذ بالله يمكن يصير هالصوب، واملا بالله تبارك وتعالى يمكن يصير مثل محمد ابن فرج هذا الجليل. بالنية، بالنية عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر. انسان خلي يجي يصحح ضميره يشوف، يوف يا ما ويا ما، ايش قد نية خاطئة، ايش قد عمل، كل حياتنا الإنسان يسوي سيئة بعدين يحاول يضمها عن الناس، والله يستر عليه، ومرة ثانية يكررها ويعيدها ويكررها ألف مرة، والله يستر عليه، ولا مرة بيجي يقول إلهي أنت سترت علي، أنا خطأان. ما يجي. إذا واحد أكو في الروايات، أكو عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر في كل صبيحة 70 استغفار. حقيقة أنا أطلب حقيقة طلب متواضع من الإخوة، حقيقة ضروري هذا، الإنسان لازم يمر على هاي الكلمات، هاي تأثر في تربية النفس، لها تأثير رهيب. هذا أميركم، هذا أميركم، كلمات في قمة الروعة، اقروها. واحد لازم، هاي عمرنا 20 سنة 80 سنة عديناها، ولا مرة بحياتنا ما قرينا هاي الكلمات، لها تأثير كبير. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح في الكافي الشريف كان في كل يوم يستغفر الله 70 مرة من دون ذنب، ما بي إشكال. هذا الاستغفار يجلب البركة، هاي نية بعد. فكيف أنه إذا كان الإنسان في طيات حياته هذا 70 استغفار من أمير المؤمنين، اقروه شوفوا حتى الإنسان يستذكر، يشوف بالفعل أنا هذا الشيء سويته، هذا الشيء سويته. كلمات تبين للإنسان عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر، يعني شنو 70 استغفار؟ استغفار في طيات كلمات الإمام عليه الصلاة والسلام يتعرض للأمور اللي الإنسان يمكن العياذ بالله أن يقع فيها، الهفوات، الزلات اللي ممكن الإنسان يطيح فيها. شوفوا اقروا، شوفوا أكفت زلة من هاي الزلات ما طحتوا بيها. حقيقة الإنسان يشوف مئات، أقرفت كم عبارة تبركا وتيمنا، حقيقة ضروري الإنسان بين فترة وفترة هسه ما أدري ولو بالسنة مرة، فد مرة بالتأمل هذه الكلمات يقراها، هاي أدعي لها تأثير رهيب حقيقة في تربية النفس. صفحتين هذا استغفار كلش كلمات جميلة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاستغفار الأول. شوفوا يبدأ الإمام عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أثني عليك بمعونتك على ما نلت به الثناء عليك، وأقر لك على نفسي بما أنت أهله والمستوجب له في قدر فساد نيتي وضعف يقيني. أنا إنسان نيتي فاسدة، يقيني ضعيف. شوف هذه تربية إلنا. اللهم نعم الإله أنت ونعم الرب أنت وبئس المربوب أنا، ونعم المولى أنت وبئس العبد أنا. حقيقة كلمات رائعة. نعم المالك أنت وبئس المملوك أنا، فكم قد أذنبت فعفوت عن ذنبي، وكم قد تعمدت فتجاوزت، وكم قد عثرت فأقلت عثرتي، ولم تأخذني على غرتي، يعني ما أجد فجأة تأخذني، فأنا ظالم لنفسي والمقر لذنبي والمعترف بخطيئتي، فيا غافر الذنوب أستغفرك لذنبي وأستقيلك لعثرتي، فأحسن إجابتي فإنك أهل الإجابة وأهل التقوى والمغفرة وأهل المغفرة. هذا الاستغفار الأول. شوفوا أقرأ 2-3 بس. الاستغفار الثاني شوفوا: اللهم إني أسألك لكل ذنب قوي بدني عليه بعافيتك،
أنت أنطيتني عافية، جسمي صار قوي، أنا عصيتك. أو نالته قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بتوسعة رزقك. أنت ما تعطيني رزق، أنا إيدي ما توصل. شلون إنسان يستخدم نعم الله، هاي رزق الله، روح هذا الرزق يصرفه في شنو؟ في معصية الله. واحتجبت فيه من الناس بسترك، أنا احتجبت اختبأت عن هذه المعصية من أعين الناس بشنو؟ بسترك أنت، أنت اللي أسدلت علي سترك بسترك. واتكلت فيه عند خوفي منه على أناتك، أنا أخاف أن أنفضح بس أتكل، أدري أنت ما تفضح، أنت ما تفضح، أنت تستر، أنت ستار العيوب. ووثقت من سطوتك علي فيه بحلمك، أنت حليم، أدري واثق أنا، ما تأخذني، حليم ما تحاسبني. الإنسان لمن يثق يعصي، يعصي ويكمل المعصية ويكرر المعصية ألف مرة يعصي. الله ما دام حليم ليش أنا أخاف منه؟ وعولت فيه على كرم عفوك، مو عفوك، كرم عفوك، كريم أنت، عفوك كريم، يعني مليون مرة لما تعفو مع ذلك مرة ثانية هم تعفو. فصل على محمد وآله. واغفره، شوف هاي هم تربية، شوف، واغفره لي يا خير الغافرين. شوف انطى استكر أمير المؤمنين قبل ما الإمام يعترف بالذنب، بس قبل ما يقول إلهي اغفرها ينطي استكر. هاي تربية والله. كل الأدعية هذه 70، هاي الاستغفار الثاني كان 70 مادة، روعة في العبارات كلها هالشكل. قبل ما الإمام يبين، قبل ما يطلب الاستغفار يعطي استكر، يعطي عنوان. شنو هذا العنوان؟ أول يقول فصل على محمد وآله، ثم يقول واغفره لي، يا واغفرها لي. خل نتعلم، هذا جدا مهم. في الأدعية أكو تأكيدات عجيبة، الإنسان يذكر عظمة رب العالمين، يذكر الثناء، بس قبل ما يطلب المغفرة يطلب الحاجة المهمة. شوفوا الأدعية، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ربونا على هذه التربية، لازم نتعلم. هذا اليوم، هذه المناسبة، خلي نقرر شيء واحد حقيقة، في كل نية، في كل إرادة، في كل غرض، في كل مطلب، في كل حاجة، في كل ما يرميه الإنسان، خلي نخلي له استكر، ننطلق من منطلق هذا الاستكر، سواء كان طلب رحمة من رب العالمين. قبل ما تطلب الرحمة خلي هذا العنوان، خلي هذا الاسم المبارك ذكر أهل البيت، وقول إلهي بهذه البركة امنحني الرحمة، بهذه النعمة امنحني الرحمة. بعدين بعد الانطلاقة من النية، الإنسان في أعماله، في أولاده، في حياته، في شركته، في دراسته، في كل أموره، خلي عنوان أهل البيت، خلوا هذه البركة، هذا الاسم في بيوتكم، في مكاتبكم، في كل أموركم. لما تسافرون ابدأوا بذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تجلب البركة هذه في أيام السفر، في أيام الرجعة. الإنسان يحيي حياته في كل أبعادها بذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأيام مناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لينسى الإنسان إذا مثلا حاول يتزاور، على كل حال لينسى أنه لا تصدر منه
فد حركة تنافي. أنا ما أقول الأسن يمكن الآن خب مو بالضبط أيام الاستشهاد، بس هذه الأيام أيام المناسبة، مناسبة عزاء الصديقة صلوات الله عليها. هذا هم شيء مهم، أن الإنسان لا تصدر من عنده فد حركة تخل العياذ بالله بتكريم هذه المناسبة، بتعظيم شعائر الصديقة الطاهرة، ليكون فد شكل فاضح. بالنتيجة ما في إشكال، بالنتيجة التزاور من الأمور المستحبة المؤكدة. أي شيء يريد أن يصنعه الإنسان يحاول أن يراعي هذه الأيام، هذه أيام عظيمة على قلب صاحب الزمان صلوات الله عليه. يراعي الإنسان هذه الأيام، وإن شاء الله الله تبارك وتعالى يجعل أيامنا كلها محفوفة بذكر أهل البيت، محفوفة باسمهم، بعناوينهم، ببركاتهم. حياتنا إن شاء الله نقضيها في بركاتهم، في هذه المجالس، في هذه المجالات، في هذه الذكريات، نقضيها في مناسباتهم، نفرح لفرحهم ونحزن لأحزانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. Oh.